الخبر اللي عدنا عن أصالة المالح وعيد ميلادها. فاليوم يا حبايب هو عيد ميلاد أصالة المالح، والشيء الغريب اللي صار بعيد ميلادها. فأول شيء يا حبايب، أنا مروة نزل على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري، شكت بأي لوف يو أصالة ليبارك لها بعيد ميلادها. فأغلب المتابعين كانوا مستغربين ليش هو ما سوى لها شيء كبير على عيد ميلادها، إنه مفاجأة هو تشي. فهذا اللي خلى الناس إنه يرد على هذا الموضوع، ونزل على حسابها بالإنستغرام شيء صورة يقول بيها إنه هو خافي أصالة تشوف هذا الستوري، وهو قاعد يجهز لها أشياء كلش خرافية لأنه اليوم عيد ميلادها يا حبايب. ولكن بدون ما تعرف هو مجهز لها أشياء خرافية. اوكي يا جماعه، انا عامل هايد لا اصلا على السوري، فهي ما حد شوفها. كثير منكم عم تسالوني ليش مطنش مرتك وما عم تقول لها عيد ميلاد سعيد وهابي بيرثدي. يا جماعه الموضوع اصلا انا اصلا عم حاول اني اغصبها وبطنشها، لانه محضر لها مفاجاه قادمه قريبا جدا. فانتوا حدوا اعصابكم شوي لانه في شغلات كثير حلوه جايه. لا لا لا، لانه في شغله لا تقول لهم والله يوصلون الكلام. حتقولون لا تقولون لا تقولون ترى تنفع موديلك عندنا بتنجرين. شو الفلتر؟ شو والله طالع عليك كفو. على فكره مرتي عامل هايد على الستوري فعادي. ان لا عن جد لا تقولون هلا، هي خراب بيوت هي. وعلى فكره شايفين الستوري اللي قلت فيها اي لاف يو اصاله، هي كان غصبا عني يعني، مو بايدي. ليش مطنشني؟ على العموم لا تقولون. السلام عليكم، باي. بالنسبة لثاني شغلة يا حبايب، يقولون اكو مشكلة صايرة حاليا بين أصالة المالح ونارين بيوتي. فضلت هذه الإشاعة بعد من نارين بيوتي يا حبايب مباركة الأصالة على عيد ميلادها. بالنسبة لثاني سبب، يقولون انه سبب انه هي قاعدة تصور حاليا ويا نور ستار، ونور ستار ونارين بيوتي حاليا اكو مشكلة صايرة بيناتهم. طبعا نور ستار نزلت هذا الستوري كانت تبارك الأصالة بعيد ميلادها. فتتوقعون يا حبايب انه نارين بيوتي هذا هو السبب اللي تخليها انه تبارك هي الأصالة بعيد ميلادها، رغم انه هي قاعدة اساسا قاعدة تنزل ستوريات ويا برهوم المعراوي. فاكتبون يا حبايب بالكومنتات ايش رايكم بهذا الخبر. وبالنهاية يا حبايب كل عام خير، اخبال مليون سنه يا رب يا اصاله. وطبعا لا تنسون يا حبايبي تباركوا لي بالكومنتات على عيد ميلادها، صار عمرها حاليا 26 سنه. وطبعا سيرة انس وصالة يا حبايب في وسط قناتهم باليوتيوب لل 13 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك. وهم طبعا احتفلوا بهذا الشيء عن طريق شويه ستوريات عندي يحتفلون بها ب 13 مليون مشترك. وبنفس الوقت قاعد يعلنوا من خلالها انه راكم مفاجات كلش خرافيه جايه بالايام القادمه. وخلوا لخص يعني، بس يوصلون 14 مليون مشترك راح تكون الستوريات تشوفوها. ترى صالة سرنا 13 مليون. الناكل على 13 حيكون في شغله قويه، وان شاء الله حنكون عندكم في كل دولكم، ولكن كمان على 14 في شغله عم نحضر لها من هلا. استنوا، لا تقول لا تقول لا تقول احكي هداك، لا تحكي. ما بتعرف انس واصاله لعبت المفاجات كل يوم الثاني مفاجاه، بس والله بتطلع حلوه بالاخير صراحه. اوكي شكلي حلغي الستوري. لا 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 حطه 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 حطه. صح على خير. عن جد عن جد شكرا كثير على تنصار، بنحبكم كثير، وان شاء الله الشغلات الجايه اجمل. وجد يوم من العمر انه وصلنا لهالعدد مع بعض. وي لاف يو سو ماتش. وطبعا لا تنسون يا حبايب تباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. وننتقل حاليا للريدر وتهديده لمحمد جواني. فالريدر نزل شويه ستوريات يهدد بها محمد جواني انه الاغنيه راح تنزل للديستراك عليها حتكون كلش ناريه. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي ما يعرفوا شنو سبب الخلاف، يروح يشوف المقاطع السابقه نزلت امبارحه. طبعا تعرفوني ما احب ارد بالستوريات، بس الدس اللي راح ينزل راح اسوي كبره وعد. بيس. بس والله يا حبايب نصاد مقطعات من مقطع عليكم، لا تنسون تجربه مقطع باللايكات وبايت شانكو في زي مقطع من القصص. مع السلامه.